حنان صبا صبا شلون لك؟ وانا كمان كيف حالك؟ الحمد لله جود. رجعوا روم صبا يا عم اشتقنا لكم جود. كيفك شلطان؟ يهاب كيف تهينا صبا اشتقنا جود انت all is good. اهلا حمد كيفك؟ ما اشتقت لك انا. هاي دي صبا ماشي الحال؟ تمام جود. هاي يوسف كيفك؟ تمام ماشي الحال؟ كيفك؟ جود. على مين بعد؟ دينا اليك وحشه اليك ماشي الحال؟ جود. احلى استاذ ميلاد بالعالم. شكرا شكرا. انا كمان اشتقت لكم كثير صبا. تو تي بيان صرت افضل. ميرسي على الكتاب. وصل لك ايه جريت جود جود. هلو ماشي الحال؟ شو متحليين؟ شو صايرين حلوين؟ والله انتم بعدكم يعني بعدكم. رح احاول احكي اليوم معكم لنشوف شو هن ابرز المشاكل اللي ممكن تعترضكم وبعض التوصيات مني لإلكن إذا عن جد حابين إنه تعملوا هيك كارير أو تعملوا مسيرة فنية. لأنه يمكن هلأ كتار منكم بعد الأكاديمية يرجعوا لأشغالهم الطبيعية وهيدا شيء وارد وهيدا شيء منه عيب. انتبهوا وهيدا شيء منه انتقاص منكم. كنت عم بحكي مع الصبايا مع حنان وهيدي المرة الماضية كنت عم أقول لهم أهميتكم أنتم كناس قبل موهبتكم كإنسان وعطوكم كتير من وقتهم. هول الناس كمان ما لازم تفرطوا فيهم وما لازم تعتبروا انه انتو انا بهيدا الشيء اللي اخدته هلأ هوني حطني بهيدا المال سو انا بدي انسى او انا بدي خلص. ما تعتمدوا يعني. الحلو بالمحبة هو انه ما لازم ناخدها فور جرانتد كأنها مجانية لأنه بتسقط. المحبة المجانية بتسقط بأي معنى؟ بمعنى اذا انا اوكي خليني اعطي على مثل كتير بسيط. انا وأنيس اصحاب بس انه انا بحبه لانيس سو انا بضل بتصل بتطمن عنه بسال عن احواله. بيقوم انيس بيستغل هيدي المحبه لدرجه انه ما بيتصل فيه ما بيسال ودائما بيتوقع انه انا رح ضل اتصل بس يمكن انا يجي يوم بطل اتصل. لانه ليش؟ لانه اخذ محبتي مش عم تلاقيتي لنا فور جرانتد. انه الانسان لما بيصير مشهور لابد انه يتغير وهيدا معتقد خاطئ نوعا ما. باي معنى؟ بمعنى انه ما ضروري الإنسان إنه يتغير. يعني ما ضروري ما في داعي. ما حدا بيقول إنه الإنسان اللي صار مشهور إنه لازم يتغير. شغلتين اللي بدي أقولكم إياها. في ناس تعتقد إنه الإنسان بس يصير مشهور بيصير أسوأ بيصير مزاجي أكتر بيصير انفعالي أكتر بيصير نحن منقول باللبناني بتكبر الخس براسه أكتر. هلا مما لا شك فيه إنه بعض الأحيان مبلا بتكبر الخس بيقل الاحترام بصير يتعامل مع الناس باحترام. يسعى يس علي انا معك في النقطه بس في كمان انه في اشخاص بيستغل الموقف هذا بيبدا يستفزك ويعصبك لانك انت ناس لانك غلطه وما تعصب يستفزك ما ايش بك تغيرت علينا وش ذا مو انت كنا حلوين قبل فجاه يقول لك ان انت تغيرت. عمي شو الصوت يا عمي بتكلم يا شو علمتك تجربة ستار أكاديمي؟ علمتني الصبر اني اصبر يعني شوي تقبل العالم مثل ما هي مثل ما هي. حلو كثير حلو. يعني مهم انه نتقبل العالم مثل ما هي لانه العالم كلها ما راح تكون مثلنا. اذا نعطين العالم تتصير مثلنا تنتقبلها راح نوجع راسنا كثير. صح ما بال مثله هيك زادت الثقة بنفسي. بأي معنى؟ بمعنى إنه كاريزما ممكن أو ممكن ممكن أنا قبل كنت كثير يعني إنه أخجل غني قدام شخص واحد. يعني ما كنت أبداً متوقع أقدر غني قدام 800 شخص وعندك مدري كم ملايين عم بيحضروا على التي في. فصرت مرتاحة أكثر لما مثلاً أكون مع جروب كون هيك صرت أنا نفسياً يعني مرتاحة أكثر وأعرف كيف وهيك. قبل أبداً ما جريت ما بين مروان استاذ تقدمت بكل شيء تقريبا بكل شيء كل شيء كنت عايزه اخذت هلا الباص تبعه كنت عايزه كنت ما عندي اخذت الباص واذا قدرت اطلع يعني اشتغل عليه بس انه
سافا صار عندي فكره عن كل شيء. كل شيء انت بحاجه لإله لحتى تنطلق يمكن بالمجال الفني. شانطال. اللي اول شيء اللي حبيته هون مستر اكاديمي انه عرفتنا على ناس مثلهم. جد انا بحبه. وكمان صار عندي ثقه زياده بحالي. صرت هلا لما اطلع على المسرح ما بعطل هم يعني اصلا انه في عالم كثير او شيء. عادي بحس انه يلا انا عم بنبسط. وكمان حبيت ردة الفعل اللي شفته انا برا. وفي كثير ناس عن جد بتحبك وفي كثير ناس عم تهتم لامرك. هذا شيء كثير حلو. صحيح. والزيادة عن هيك فرجتني كثير اشياء بعائلتي انا واصحابي. انا قبل ما كنت شفتها عن جديد. شفت هيدي اللهفة اللي كنت انا قبل يعني كذا لك مشتاقة اني اشوفها. شفت لهفتهم هالدعم او هالسبورت حسيتي فيه. حلو. انا اول شيء تعلمته من الاكاديمي هو انه عرفت نقاط ضعفي بالضبط. واخذت فكره عن المجال يعني اني كنت يعني نجهله ممكن داخله يعني بصوت بس او يعني انا صوت وداخله في البروجرام يعني عرفت اشياء انه عن كل عن كل هالمنظومه خفايا المجال. واخذت يعني ثقه اكثر. حبكم كلكم. وين ما كانت بدك تذكرها هيدا لا بدي نسيت شانطل هاي بس نسيت شيء بس كنت بدي اقوله كنت لما كنت شانطل عم تحكي هلا بس في قول اهل انا معك انا اعطتني ثقه براسي بزاف. اسمعوا بليز اسمعوا عم يسمعوكم اسمعوا. كنت في الاول ما كنتش كنبغي راسي ما كنتش بزاف الحوايج دابا لا بلاكس. عرفت في الدومين دي تروك لي هما زوينين. قدرت انني نعرف فنانه عرفوني الناس تعرفوا على الفن ديالي. هادشي زاد خلاني نثق في راسي اكثر. اون بلوس عرفت باللي انا نقدر نتاقلم مع مثلا بزاف البلدان مصر لبنان الجزائر. يعني عشنا في دار وحده بزاف لي تروك. كم بدك ترجع تقول شيء يعني. كمان برهنت لنفسي شيء انه اذا شخص يعني براسه شيء ما في شيء مستحيل قدامه. انه انا قدمت على الموسم 10 وما انقبلت بالكاستنج ابدا. ما قلت انه هذا النهايه ومستحيل ارجع. قدمت على الموسم 11 جست في لا فينال ويعني ولا شيء مستحيل. فاذا الشخص يعني حب شيء لازم يوصل له. صح. برافو عليك. على الحرب هلا. برافو عليك. تنحط. من هالاكسبيرينس كلها يعني من هالكل هالتجربه ما ضروري تكون كمان علمتنا تجربه شيء له علاقه بالغناء. اوكي؟ يعني فيها تكون علمتنا شيء. انا كشخصيا يعني حاسه ان انا بقى عندي قدره تحمل اكثر تحت الضغط بطريقه فظيعه. علمتني اميز بين الاشخاص قوي. يعني بقيت دلوقتي بقدر من نظره واحده اعرف الشخص اللي قدامي كويس. في الفن بقى عموما يعني ادتني ثقه اكثر في نفسي وانا كنت محتاجه الثقه دي. جريت. وتخلصت من الخوف. ويمكن اخر كام برايم لاحظت كيف صار كله اختلف. صوتوا على رقم يوسف. صوتوا على رقم واحد. يوسف انت عشت يعني بنقول اسبوع بس كانت كفيله بانها تعلمك شيء اكيد لانه اكيد كفيله انه علمتني بعد ما طلعت لانه انت اللي براجعتك هلا حدا ثاني كمان اكيد مو قصه انه بس تعلمت كثير بعد ما طلعت. اول شغله اني اعتمدت على حالي بشكل تام لاني بعد ما طلعت استقليت عن اهلي انه تماما. تعلمت انه ما بيحك جلدك غير ضفرك عن جد. اذا انت ما اعتمدت على حالك في اشخاص بيساعدوك في اشخاص بهي بس بالنتيجه الواحد هو بده يتعب. صح. لحتى علمتني شغله كثير انه عرفتني على شخص شو ما عملت بهالدنيا ما بو في حقه عن جد. ومن هون عن جد ما بعرف كيف شو اسمه.
بدي انه بوجه له تحيه كثير 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 كبيره. شكرا. اكيد هو اللي عم يسمع. برافو. ان شاء الله كثير وقف معي بهالفتره. ان شاء الله كثير كثير كثير. ان شاء الله الايام جايه برد له شيء من هال. ان شاء الله. علي والله تعلمت اشياء كثيره يعني. نبدا شوف هو انا يعني نسيم تكلم في النقطه هذه انه لو كان عندك طموح بالتخطيط بتوصل لو كان قدامك كل المشاكل وكل يعني احنا دخلنا بالاكاديميه وكان في منافسه هي منافسه شريفه على العموم بس بتعلمك انه لازم توصل للنجاح وكيف كيف توصل للنجاح برا الناس اللي برا والحمد لله والشيء الثاني اللي تعلمته انه في وهذه تجربه صارت لي لما طلعت انه في اشخاص بينتظر بس يبتسموا ولا بيضحكوا ولا تدخل عليهم السعاده من شخص واحد فانه لما يكون انت الشخص اللي ينتظروا الناس انك انت تدخل عليهم السعاده ببيتهم فهذه بالنسبه لي كانت اكبر نجاح برافو بالنهايه انك تعمل فرق بحياه الناس كمان هذه شغله كثير مهمه انك تكون مصدر للفرح بحياه الناس شغله كثير مهمه مش شوي بالضبط وانت بتلبق لك حبيبي طول بعمرك انيس تعلمت في الاكاديميه انه رغم انه لازم تضل طبيعي لازم تضل انت الانسان لازم تضل اللي كان قبل اللي راح يظهر في الاكاديمي مش ضروري انك تتصنع حتى تنال كان صعب هالشيء كان صعب تضل طبيعي صعب جوستمون تعلمت سي ديفيسيل يعني انك تكون تتبقى ابدا لانه عارف ناس من المؤمن انا لانه بالنسبه لي انا بقول لك انا بالنسبه لي صعب لا يعني مش هيك سالتك عن جد كنت حابب اسمع جوابك لانه منه من السهل انك انت انك انت تضل قادر تسيطر على انك انت تكون لانه الغرور شوفت الحال كبرت الخسه هودي شغله من ضعف الانسان هودي من ضعف الانسان البشري وكثير سهلين تعمل لهم ستيمولاسيون يعني كثير سهل انك انت تجي تحط على وتر يلا تقول له لمحمد يلا فوق شي شيخ محمد كبار وزيدي عن هيك لانه بيبقى في مقومات او دلائل خارجيه بتحسسك انه انا ليش ما بنفش ريشي لك ليش كانت سهله اني اتاقلم مع الناس اني بضل عادي لانه تاقلمت مع كل واحد هون كل واحد جاي من ثقافه مختلفه كل واحد جاي من عنده تقاليد مختلفه كل واحد عنده تربى ببيئه مختلفه فانا لما كنت احكي مع هاد الناس كنت اتقرب من هاد الناس كنت دائما اضحك بوشهم وما يضحكوا بوجهي يعني كنا دائما تقريبا نحترم بعض تقريبا نحاول نأدي مشاعر بعضنا رغم انه في عالم برا ما اكيد ما رح تحبك على طبيعتك اكيد مش رح الكل يحبك على طبيعتك بس انا الشيء اللي اخذته من الاكاديمي انه رغم اي شيء يصير رغم الشهره رغم النجاح رغم اي شيء تقدر تعطيك اياه الاكاديمي لازم انت تضل الانسان يلي جيت من قبل ما حتتغير ابدا صحيح حنان انت ما صار لك فرصه تطلعي انت بعدك هون بس اكيد تعلمتي كثير من هذه التجربه تعلمت الصبر وتعلمت شو ثقه براسي وكسبت اشخاص بزاف هنايا كيبغوني من قلبهم بينهم رافائيل ودينا وشانتال وكثير أنيس أكيد أنيس كلهم صح كلكم وتعلمت أنهم ما نحكموش على الإنسان هاك نحكموا عليه سواء كان زوين ولا لا حيت مع الوقت كيبان لك الإنسان كيف كاين بدا يبان لك إنسان زوين في شهرين بعد ربع شهور يبان لك على حقيقته وبدا تدخل العكس دونك ما نحكموش على الإنسان كيف ما نحكموش على بنادم غير حتى نعيشوا معاه اكزاكتومون وتعلمت انه كيف ما كاينين ناس كيبغوني كاينين ناس كيكرهوني و شي اللي كاين هذا حلال انا تعلمت كثير الجلد مبدئيا انا تعلمت الجلد حبيبي لا انا مبدئيا في الاكاديمي تعلمت
يعني انا كنت دايما انا يعني برا كان عندي تجربه في الغنى يعني بس تعلمت هنا كتير يعني تعلمت على الستيج. لحظه دينا كان دينا عم تسمعكم لما عم تحكي كثير بدكم حطكم بالزاويه يا تعلمت اسمعوا بليز عن جد يبقى عندي حضور اكتر تعلمت اقدر اعمل طابلو كامل يعني كان عندي مشكله ان انا اقدر ارقص واغني مع بعض دي كنت بقلق من الحته دي انسانيا شو تعلمت موضوع من لا انسانيا انا تعلمت الهدوء تام يعني بره انا ما خرجت بره حسيت ان انا هاديه البرود اللي انت فيه ده انت مش دينا يعني مش دينا لان انا من طبعي واحده عصبيه جدا يعني انا عصبيه ما بقدرش استحمل وما بسكتش يعني بتكلم بس انا لقيت نفسي بارده برود مش طبيعي اللي هو بعمل كده اللي هو بضحك يعني ليه بتعملي نفسك كده فتعلمت البرود والصفر تعلمت حاجات كتير بره تعلمت حاجات كتير جريت ايهاب تعلمت من التجربة الزاجة الحويش تعلمت الإصرار كما كنت عارف أن إحنا عندنا في المغرب تقولوا وحاش يتقبلوا شباب مغربي كيقولوا مستحيل يتقبل شاب مغربي والحمد لله يعني كان عندي واحد الإصرار وجيت هنا وتقبلت الحمد لله جيت هنا تعلمت نسامح تعلمت نحب الناس حسيت بالوطنية ديالي هنا حسيت براسي مغربي حسيت بشي مغربي ديالي هنا يعني في المغرب في بلدك يعني انت في لبنان ممكن تحس براسك يعني صح فهمتيني ملي كتغرب تحس براسك تحس بالوطنية ديالك تحس حامل معك يعني الحمد لله وصلت الرسالة ديالي والحمد لله من بالنسبة لا بالنسبة لهنا ناس أكاديميين ناس بقى كيبغوني بزاف لا بالنسبة للكرو هنا تيبغوني وهادشي اللي هادشي اللي جيت على قبله جيت باش يبغوني الناس وجيت باش نوصل اللهجة ديالي والتراث ديالي المغربي والحمد لله تعلمت بزاف الحوايج واستفدت من هاد برافو بزاف عفايس صبر اكيد متاكده انه الصبر اللي الشيء اللي مريت فيه ما كانش اي واحد راح يستحمله مش سهل استحملته دائما ضحكه تكون فيك والله من قلبي مش مهم المهم انه نوصلهم الناس انه انا راني فرحانه وما كاين والو اراده عنيده انا بزاف ولو كان مش الاراده تاعي من ولي نرجع يعني الاكاديمي على خاطر الناس اللي تحبني تعلمت كيفاش نوصل الشيء اللي حابه نوصله دي انا وش يقول لي راسي وصلي وصلته الحمد لله ممكن انا من شخصيه مش مفهومه لكن يكفيني انه الكثير كثير 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 فهموني فمش مهم كيكونوا قلال مش فاهميني هذا الشيء تعلمت كيفاش نوصل يعني الشيء اللي حبيته اكيد زدت حبيت بلادي اكثر واكثر واكثر يعني انا بنحبها لكن كي بعدت عليها عرفت قيمه بلادي عرفت قيمه اهلي دركا يعني وليت نخمم واش ندير لبلادي واش نرد لها يعني حبيتها وما كنتش عارفه انه لهذه الدرجه بلادي راح تعطيك راح تعطيني الحمد لله عطتني بزياده تعلمت هذا الشيء جريت طيب يا شباب وصبايا يعني بعد اللي معكم شي 5 دقائق 10 دقائق بس انا بدي اقول لكم شغلتين اول شيء انه كنت كثير مبسوط انه تعرفت عليكم واحد على على عن جد على كل كاركتر من كاركتراتكم كنت كثير فرحان انه انتم مثلتوا اذا بدكم كل واحد مثل بلده هيك خير تمثيل اعطيتوا كثير من قلبكم فرجيتوا للشباب يلي بعمركم انه انتم قادرين تعملوا شيء وهذا الشيء اللي كان معظم الشباب العربي بحاجه له لانه
ما بس هلا في ناس تقدموا اكثر من ناس في ناس بعد بحاجه لإلي اكثر خلص شو قصدك رح اشوفهم بعد الاكاديميه يرضى زف العيادة انا صراحه لا. اوكي انا بحاجه بقى بتمنى لكم عن جد انه هيك تضل هالروح الحلوه فيكم تضلوا ايجابيين تضلوا يلا ميك شو لايك 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 هايك لايك ايه هايلك هايلك هون هون كنترول انا هون اربعه يا اربعه وشري وشري ثانك يو شكرا باي باي